السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذي الأعزاء، المستوى الأولى إعدادي. إذن هذا هو المنطلق ديال مقرر ديال الإس في تي. عندكم هذا الفصل الأول، ملاحظة ديال الأوساط الطبيعية، شابيتر نيميرو 1، أوبسيرفاسيون دي ميليو ناتورال. نتبعوا معايا هذا الشيما دو سانتيز باش تفهموا بشكل اخر هذا الملف. اذا تحتوي هذا الملف على ثلاثه المقاطع، نسمي بالفرنسيه سيكونس، تخوا سيكونس. المقطع الاول تعرفنا عليه هو تنوع ديال الاوساط الطبيعيه، تنوع الأوساط الطبيعية معناها ديفيرسيتي دي ميليو ناتيرال. والمقطع الثاني أو الدرس الثاني في هذا الملف هو تنوع ديال مكونات الأوساط الطبيعية، تنوع في مكونات الأوساط الطبيعية في سيكونس دو، ديفيرسيتي دي كونستيتيون دي كونستيتيون دي ميليو ناتيرال. وأخيرا الدرس الثالث الأغلبية التلاميذ وصلوا ليه هو مكونات الخلية أو الخلية، الخلية كوحدة بنيوية للكائنات الحية. هذا الشيء اللي خصكم تعرفوا عليه دابا. إذا عندنا لا سيلول كوم يونيتي ستركتورال دي زيتر فيفون. إذا هذا الملف، الملف الأول من دروس ديال اس في تي، خصوصا المستوى الاول الاعدادي، كنوع من الدعم، كنوع من المساندة لجميع التلاميذ باش يفهموا بطريقة اوضح لهذا الملف هذا على شكل خطاطة شيما دو سانتيز. اولا خاص تعرف بان سو كي نوز انتور constitue notre environnement. فهمتي؟ إذا ما الذي يحيط بنا هو البيئة. إذا l'environnement من بين المميزات ديالها وأبرز المميزات ديالها أعتبر هي la diversité، تنوع، diversité، diversité، تنوع، تنوع فاش؟ في المليون ناتورال، في الأوساط الطبيعية. ها باش فهم بشكل أوضح، environnement كاين هناك تنوع في الأوساط الطبيعية، diversité de milieu naturel. عندما نقول الأوساط الطبيعية راه منها القارية والمائية والهوائية، أو فيما يتعلق بالوسط الهوائي أو الجو. إذن هناك كائنات حية متواجدة مثل الطيور. ألوغ ديفيرسيتي دي ميليو ناتورال، من بينهم لو ميليو تيغستر، لو ميليو أكواتيك، و لو ميليو أريان. فهم؟ باغ إكزومبل أوسيون، مير، فوري، واد، ريفيير، فلوف، لاك، ديزير، إتسيتيرا. هنا فين تيكون التنوع، تيكون عندنا ثلاثة الأوساط، تخوا كاتيغوري، ثلاثة الأوساط مختلفة، وسط طبيعي قاري، وسط طبيعي مائي، وسط طبيعي هوائي إلى آخره. وكل وسط طبيعي له مميزات خاصة به. إذا هناك ما يسمى بدي كاركتيريستيك فيزيك، دي كريتير. كاين العامل الأول هو الرطوبة، هوميديتي، باش تميزو ما بين كل وسط على حدة. لوميديتي اي كليرمون اي تمبيراتور، هادو هما المميزات الرئيسية ديال كل وسط طبيعي على حدة. هادي تختلف الأوسط الطبيعي من خلال الرطوبة، من خلال لي كليرمون، من خلال لا تمبيراتور، من خلال هادشي. وهادو تسماو دي كاركتيريستيك فيزيك، وهذا يوحي لكم إلى الدروس ديال الفيزياء. ويجب عليكم معرفته أي التلميذ المستوى الأول الإعدادي
انك تقدر تميز ما بين لي زيتر فيفون و لي زيليمون و لي نون فيفون. تنقصد بيه هما هذوك اليمون اليمون مينيرال. اذا كاينين لي زيليمون عناصر فيزيائية تجي تتدخل كذلك. اذا لي زيتر فيفون عندهم لي كومبوزونس بيولوجيك. بيو معناها حياة، بيو معناها لا في، معناها ميليو دو في، عندهم وسط الحي يتعيشو. لي زيتر فيفون راه تيمتازو بهاد المسألة ديال لا روبروديكسيون، تيمتازو بالمسألة ديال لا ريسبيراسيون، تيمتازو بالمسألة ديال بزاف الأشياء. سا في دير لي زيتر فيفون سو نوريس سو ديبلاس هادشي كامل. إذا لي كومبوزونس بيولوجيك من بينهم فاش نتكلم على لي زيتر فيفون، من بينهم لي زانيمو لي فيجيتو اي ميكرو اورغانيزم. سا في دير فون فلور اي ميكرو اورغانيزم. فون سا في دير لي زانيمو toutes les sortes des animaux, les végétaux ça veut dire toutes les sortes de plantes, les micro-organismes. Et les composantes biologiques, ça veut dire les animaux, végétaux, micro-organismes, فيهم واحد شيء مشترك، c'est la cellule. علاش خدينا بالاعتبار لا سيلول؟ لأن جميع الكائنات الحية تتكون الانسجه اللي تيسي تتكون من هاد الوحده البنيويه على هي لا سيلول. وكما تعرفوا بان لا سيلول سافي دير شاك اتر فيفون الى دي سيلول. Alors, il y a deux sortes de cellules. Il y a des cellules animales et des cellules végétales. Et chacune est constituée de membranes cytoplasmiques, cytoplasme et noyau. Et les animaux, les végétaux, les micro-organismes, ils ont un casque et là, les micro-organismes, dans les تتكونوا غير من خلية واحدة، إذا نسميهم كائنات ذو خلية واحدة اوني سيليلير، والبقية تندرج في إطار ديال بلوري سيليلير. إذا لا سيلول تقدر نميز، إذا الكائنات الحية تقدر نميزو من خلال المحتوى ديال لا سيلول. كل الكائنات الحية اللي تحتوي على خلية واحدة تسمى اوني سيليلير، وبقية ديال الكائنات تحتوي على عدة خلايا بلوري سيليلير. نشوف دابا لي نون فيفون. لي نون فيفون سا فيدير لي كومبوزونس مينيرال. لي كومبوزونس مينيرال سا فيدير لي زينيمون مينيرو. هاد لي زينيمون مينيرو فيهم الماء، فيهم الهواء، فيهم التربة، فيهم الصخور، فيهم الرمال إلى آخره. كملخص لي كومبوزونس مينيرال أو إيغ صابل صول غوش. واحد القضية أخرى خصك تفهمو بأن كاين هناك علاقة وطيدة ما بين لي زيتر فيفون و لي نون فيفون. كاين واحد العلاقة بيناتهم، هاديك تتسمى علاقة ديال لا بيو ديفيرسيتي. كاين تنوع في الأوساط في الأوساط الطبيعية، وكذلك التنوع في الكائنات الحية. هاديك تتسمى لا بيو ديفيرسيتي، سينيفي ديفيرسيتي بيولوجيك و اكزيستونس دان نومبر بلوز او موان امبوغتون ديتر فيفون دو ديفيرون اسباس. كملخص، l'environnement a des milieux naturels très divers. Ça veut dire diversité des milieux naturels. Exemple, océan, mer, forêt, oued, rivière, lac et désert. Il se caractérise par trois catégories. Le milieu terrestre, le milieu aquatique et le milieu aérien. Et chaque milieu a des caractéristiques physiques. Ça dépend de l'humidité, de l'éclairement et température.
Les composants de ce milieu naturel, il y en a deux, vivants et non vivants. Vivants, ça veut dire les composantes biologiques, comme animaux, végétaux, micro-organismes. Et les non vivants, des composantes minérales, comme l'eau, l'air, sable, sol et roche. Côté des êtres vivants, il y a des constituants, il y a un constituant en commun. C'est la cellule. La cellule, c'est une unité de structure commune entre les êtres vivants. La cellule se compose généralement d'un membrane cytoplasmique, cytoplasme et noyau. Il y a quelques êtres vivants qui ont une seule cellule unique, c'est unicellulaire, et d'autres pluricellulaires. Ça veut dire il y a plusieurs cellules. Tandis que les êtres vivants supérieurs dont l'organisme est constitué par plusieurs cellules sont appelés pluricellulaires. من خلال فقط. وهذا راه ملخص ديال ثلاث دروس، معنى ملخص ديال الملف بكامله، الا هو راه هو اللي عندكم في البدايه ديال الاس في تي، لوبسيرفاسيون دي ميليو ناتور. انا جيت ولخص لكم بالضبط هذوك ثلاثه الدروس اللي عندكم اصلا في المقرر. إذن بهذه الوتيرة يمكننا إتمام جميع الدروس المتعلقة بالدورة الأولى غير من خلال هذه الفيديوهات القصيرة الهادفة، وخاصكم تركزوا فيها وإعادة النظر وإعادة مشاركة الآخرين. إذن إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، سوف يسركم ملف جديد بخصوص الـ SVT علوم الحيز والأرض، خاصة بالنسبة للمستوى الأولى إعدادي.